تحكي؟ بحكيكم. مساء الخير، يعطيكم العافية. احنا في نشاط شطحة، مجموعة حكاية الملتقى التربوي العربي، في النشاط اللي عملته مؤسسة قطان وبلدية رام الله ضمن مهرجان وين رام الله. الفكرة من شطحة انه احنا بنخترق الحيز العام اللي هو الشارع هون، اللي هو انت بتمرك منه بالعادة وبتتخيل انه هو مصمم مشان تمرك منه. اليوم احنا في الشارع حاطين لك بسط وقهوة وفواكه، تعال اسمع حكايات وموسيقى، وتعال احكي عن علاقتك مع المدينة تحديدا رام الله. شو بتحب، شو بتكره، كيف تنظر للمدينة، كيف شو اللي بتحبه في المدينة، شو اللي بتتمنى في المدينة. النشاط مشاركين فيه 5 حكاواتيين من مجموعة حكاية الملتقى التربوي العربي، بحفزوا الناس. منال غنيم من القدس، دلال عودي من القدس، لما رباح رام الله، فداء عطايا رام الله، حمزة عقرباوي عقربة نابلس. الفكرة انه من نحفز الناس يحكوا، والناس بتيجي بتقعد بتشرب قهوة بتاكل فاكهة وبتحكي عن علاقتها مع المدينة، شو اللي بتحبه وشو اللي بتكره. نشاط جميل بجملوا الناس اللي بروا عن حكاياتهم وقصصهم. من الجميل بتسمع حدا بقارن بين قريته ومدينة رام الله، بين مدينته القدس وبين مدينة رام الله، بين أريحة وبين رام الله. بتسمع حكايات ما بتتخيلهاش، حدا بيحن للشجرة اللي كانت في قريته في 48 يقعدوا تحتها ويحكي حكاياتهم، حدا بيحن للدوار اللي كان في قريته يلتموا الختيارية ويحكوا جنبه، حدا بيحن لمواسم الزراعة وكيف كانوا يقعدوا في أمسياتهم في الليل يحكوا، حدا بيحكي عن المضافة اللي كانت في قريته يجتمعوا فيها وغابت اليوم. الناس إجمالاً مبسوطة في النشاط. حدا بقول لك ليه ما تعملوا أسبوعي، حدا بقول لك ليه ما تعملوا شهري. الفكرة من نشاط تعالوا نحكي وإحكي مشان تعيش، والحكاية يجب أن تعود شيء محوري ومركزي في حياة الناس التعلمية. شكرا ونهار سعيد وأيامكم كلها حكاية جميلة. شكرا حمزة لك لفة هيك. أنا جوا. Yes.